مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاؤنا يتجدد بكم دائما على الخير والمحبة، وحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. فحياكم الله مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا الكرام أينما تكونوا في ربوع وطن الحبيب. ما نطيل عليكم مشاهدينا الكرام، ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ حميد خليل مهدي، مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في محافظة صلاح الدين. فحياك الله أستاذ حميد في ضيافة قناة صلاح الدين، واللقاء يجدد بجنابكم الكريم من خلال هذه الشاشة وتحديدا في برنامج برنامج نقطة على سطر. فحياك الله. حياك الله أستاذ أحمد، ويشرفني أتواجد معك في استوديو برنامج نقطة على السطر لتوضيح بعض الغموض أو الضبابية أمام المواطن في محافظة صلاح الدين، ونبين جهودنا في تقديم أفضل الخدمات لشعبنا في محافظة صلاح الدين. حياك الله أستاذ حميد، وأنت حقيقة يعني من مدراء الدوائر اللي دائما متعاونين وعلى تماس واتصال وتعاون مباشر مع وسائل الإعلام بكافة صنوفها وتشكيلاتها ومسمياتها، وهذه إن دل على شيء فيدل على عملكم المخلص حقيقة ونتاجكم الإيجابي اللي من خلاله تخدمون أبناء محافظة صلاح الدين. فتحياتنا لك يا أستاذ حميد، والله يبارك فيك. تحياتنا لك مشاهدينا الكرام. إذن نذهب مع هذا التقرير اللي يعدون إياه كادر البرنامج، ثم نعود لنبدأ محاور هذا اللقاء. خلوكم معنا. وسوق غالي، شو يعني حيل غالي. ليش ما عندك وجبه طحين؟ والله عندنا وجبه بس ما الوجبه ما تكفينا، وما تخبز يعني ما تخبز، يخبزونها وتقع بالتنور وناكلها هي وسمعتها ايش تسوي. بس جاي تاخذ نوعيه افضل، ونريد نوعيه افضل، ونتمنى ان الحكومه تنظر بوضعنا وحالتنا المواطنين. يعني حيل يعني اكو ناس ما تقدر تاخذ طحين، ما تقدر تشتري. يعني شو طالبون اليوم؟ والله نطالب نريد يزودون الحصه، تحسين النوعيه، كل الاتجاهات يعني كل المواد، مو ماده واحده. الوجبه والله جاي تجينا، بس احنا عائله كبيره ما تقف علينا، اسبوع زمان وتخلص وقوم نشتري. اكيس الطحين ب 40,000 جاي ناخذه، واكو ب 35، واكو ب 30، واكو ب 20، واكو ب 15 ما تطيبي شرط الرجال. يعني رديء. ايه ايه يقول يسيل ما يخبز، مو خباز. ايه يقول ما يخبز. انا اسمع الوجبه بايش هنا يبيعون 15 و16 جاي يبيعونه، 17 مو واحد. ايه بس جاي تشتري طحين. وجاي اشتري الطحين الساعه انا والحجيه. الطحين غالي ومتامه وراتبي مقطوع، والطحين شوفوا. ليش ما عندك وجبه؟ وجبه ما تجيني غير كيس واحد. نعم. والله ورايا كوم تعيله والطحين غالي. لا تكفيش الوجبه؟ والله ما كيس واحد يجيني ما يكفيني اسبوع. هسه انا جيت اشتري، يقول الاسمار سيال والقالي حيل وزين خباز ب 20 و30 ما نقدر نشتري. اي اي والله يا يابا، هم المستورد يجي غالي. اي صدق، هو هم انا قايلين. اي والله اكو رداعي واكو بي زين طحين زين، بس الطحين المستورد يجي غالي، بس الطحين المستورد اما درجه اولى، درجه اولى يعني ما بي مشكله، بس هذا بي مشكله مال الوجبه. اكو رديء واكو زين طحين زين. لا انا مطحن عن مطحن. ايه مطحن عن مطحن تختلف. مال الوجبه ايش سعر الطحين؟ يعني البيع؟ اي نعم. البيع ما يتجاوز ال 20,000. نعم. المستورد؟ المستورد لا 28,000. اكو اقبال على الشراء؟ اي اكو، اي اكو اقبال على الشراء، اكو يعني حركه زينه على الشراء. لا لا ماكو مشكله. يا المستورد ام مال وجبتنا؟ لا مال وجبه زين طبعا ماشي، بس المستورد لا ضعيف والله، لان ما مرقوب، سعره غالي. اذا حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقه الجديده من برنامج نقطه على السطر، وضيفنا فيها الاستاذ حميد خليل مهدي، مدير دائره الرقابه التجاريه والمالية في محافظة صلاح الدين. حياك الله من جديد يا استاذ. حياك الله استاذ احمد. يعني خلينا نبدا من الموضوع الابرز والموضوع الاهم، وهو حديث المواطن وحديث الشارع، موضوع رداءة مادة الطحين يا استاذ حميد، الموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية. هناك تذمر ويعني شكاوي عديدة من قبل المواطن
على رداءة مادة الطحين مثل ما قلنا الموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية. أريد نعرف شنو أسباب، شنو مسببات، شنو الوراء رداءة مادة الطحين اللي قاعد نعيشها حاليا. تفضل. نعم أستاذ أحمد، بالتأكيد تم تثبيت وتأشير لدينا لدى فرقنا الرقابية هناك رداءة في نوعية الطحين المجهز ضمن مفردات السلة الغذائية عن الحصة الرابعة والخامسة 2024. نعم أستاذ أحمد، مو كل المادة هي رديئة ولا كل المنتج هو رديء، لا بالعكس، المادة اللي ثبت فيها رداءة أو عدم جودة المادة هو الطحين المجهز من مطحنة تاج الملك في بغداد الموكل إليها طحن الحصة الإضافية. نعم. لمحافظة صلاح الدين. نعم. مثل ما تعرف أستاذ أحمد، نورك على معنى الحصة الإضافية. طيب. الحصة الإضافية لدينا في محافظة صلاح الدين مطحنتين متوقفة عن العمل، اللي هي مطحنة صلاح الدين الحكومية الذي تضررت بعد أحداث داعش الإجرامية. نعم. عام 2014. وعندنا مطحنة البشائر الأهلية في قضاء بلد تم إيقاف العمل. واضح. فيها، وذلك لوجود فساد إداري تم تثبيته من قبل فرقنا الرقابية. جي. حصص هذه المطاحن البالغة 4200 طن تعرض على المطاحن الأخرى بصفة عروض. زي. يقدم عليها أي مطحنة تقدم على هذه 4000. طيب. والشركة تأخذ أعلى العطاءات. جيد. ضمن توجيهات ديوان الرقابة المالية الاتحادية. بهذه الحالة راح ترسي هذه 4000 طن. زي. على أي مطحنة هي تقدم عليها. مثلا هذا الشهر مطحنة تاج الملك، الشهر الحصة الرابعة صلاح الدين وغيرها، نوب كركوك. نعم. نوب الموصل كلها جهزونا من الموصل. من كركوك، من بغداد. هذا يعني السبب هو من المطحنة المجهز. أجيك بالتفاصيل. نعم. هذا أن الحصتين من نفس المطحنة. زين. وصلتنا نوعيتها رديئة جدا. وثبتناها ضمن محاضر أصولية. طيب. ومحاضر قانونية، واتخذنا بشأنها كافة الإجراءات الرادعة والإجراءات القانونية بحق هذه المطحنة. من هذه الإجراءات تبديل المادة، يعني المادة اللي تظهر عندنا بها إصابة حشرية كثيفة وزيادة في ما تظهر المواصفات القياسية المطلوبة، القياسات اللي عندنا معتمدة لدى فرع الشركة العامة لتصنيع الحبوب في صلاح الدين. زين. إجراءات غرامة مالية، إجراءات عقوبات إدارية، إجراءات تبديل. حلو. إيه. حلو. بدلنا الطحين اللي ثبت فيه إصابة حشرية وثبت تجاوز في فحص الجيجي والرماد. زي. في أقضية كان تجهيزها ضمن أقضية البيجي وسامرة. طيب. والدجيل. يعني أريد نعرف أستاذ حميد عذران المقاطعة أنه هذه المطحنة يعني أول مرة تجهز مادة الطحين؟ أول مرة تجهز محافظة صلاح الدين، هي المطحنة واقعة في محافظة بغداد. يعني متابعتها وإجراءاتها الإدارية وإجراءاتها الرقابية. إذن يعني صارت عندكم فكرة أنه خلال الأيام المقبلة أو الأشهر المقبلة أو السنين المقبلة لا يتم التعامل مع هذه المطحنة إطلاقا. هذه صار عندكم تصور بأنه تجهيز. نعم. المادة الطحين من هذه المطحنة. نعم. دي يسبب لي إعطاء نوعية رديئة ضحيتها المواطن. استاذ احمد، هذا سجلت عليه علامات استفهام. سجلنا علامات استفهام. نعم. وهذا الاجراء من بغداد، يعني احاله العقد واحاله احاله عقد الطحن من اختصاص بغداد، الشركه العامه لتصنيع الحبوب بغداد. هم اللي قدمتوا بها التقارير. احنا قدمنا تقارير واشرنا. نعم. ملاحظاتنا وحنا الموضوع الى الدائره القانونيه اتخذت اجراءات بها. هذه راح تتبعها. هذه النقطه اللي احب نوصلها الى المواطن. نعم. انه السبب هو المطحنه. نعم. المجهزه لتاج الملك في بغداد. تعمل في بغداد. اوكلت اليها طحن الحصه الاضافيه. ضمن مناطق البيجي. وضمن مناطق سامره وضمن مناطق دجيل البلد. بس ايضا المواطن يقول يا استاذ حميد، يقول لك انا مو ذنبي. نعم. انا انتظر المفردات البطاقه التموينيه من. نعم. شهر الى. نعم. شهر. نعم. تمام. نعم. ويعني اتوسم بها خير، لربما هناك عوائل عايشه على مفردات هذه البطاقه التموينيه. نعم. يا استاذ. نعم. حميد ويقول لك تجيني وتطلع بها هذه الامور. نعم. انا ما اتحمل هذه ما اتحمل هذه التبعات. يعني المواطن قام أو أصبح يذهب أنه يشتري الطحين بشكل تجاري.
نعم. يمكن عندكم علم بهذا الموضوع يا استاذ حميد. نعم. وايضا هذا الموضوع راح يحمل المواطن اعباء ماليه اضافيه، اكو عوائل يمكن ما تقدر تشتري نعم. ماده الطحين نعم. او كيلو الطحين التجاري استاذ حميد، اعتمادهم كامل على ما موجود في مفردات البطاقه التموينيه، فشنو تعليقك على هذا؟ بالتاكيد استاذ احمد، احنا عندنا 12 مطحنة عامله في محافظه صلاح الدين، يعني من نريد نحسب نشاطنا ومتابعاتنا وانتاجنا الشهري على عموم محافظه صلاح الدين نستهلك 19000 طن و200 طن هذه نستهلكها شهريا. نعم شهريا. نعم استاذ، مطاحننا العامله كمطاحن محافظه صلاح الدين اللي هي 12 مطحنه موزعه على اقضيه المحافظه، عملها تقدر تقول بالتصنيف الجيد جدا او الامتياز من حيث نوعية الطحين المنتج ونوعية الأوقات وقت التجهيز الأوقات المحددة زين. النوعية الجيدة طيب. هذا النجاح أو هذا الإنجاز اللي جاي يعني نلمسه يعني هو الشكوى صارت من تجهزنا من خارج المحافظة، هذا إجا من خلال متابعة ومثابرة ولجان رقابية ولجان تصنيع الحبوب وجهود مبذولة حتى من قبل إدارات المطاحن، نشكر منهم المطاحن الجيدة، المطاحن الحريصة على المال العام والحريصة على أداء واجبات أكيد. نعم. من نريد نجي نقارن 12 مطحنة تعمل على طحن 19200 طن نعم. ونريد نقارن مثلا وجود عائلة أو عائلتين، هذه يعني ما نقدر نعتبرها نسبة تشكل مثلا تقول ظاهرة أو حدث في نوعية الطحين. الطحين المنتج يضاهي الطحين المستورد، يعني طحين مطاحننا نشيد بالذكر مطحنة الواحة في بيجي يضاهي مطحنة الطحين المستورد. انتاج الطحين واستمرار تجهيز الطحين والخطة الموضوعة من قبل وزارة التجارة ضمن برنامج الحكومي تمثل بتنفيذ الشركة العامة لتجارة الحبوب وتصنيع الحبوب لتجهيز مال الطحين ساعد في انخفاض سعر الطحين في السوق المحلية. هسه سعر كيس الطحين يتراوح من 10 إلى 13 ألف دينار. نوعية زينة. نعم كل نوعية زينة مقبولة. زين. جيدة جدا. بس أستاذ أحمد يعني إحنا من خلال برنامجك ومن خلال قناتكم الموقرة نحب ننوه إلى أمور. اليوم ليش استضيفيناك أستاذ نعم. حميد وشرفنا بوجودك. أنت الشرف. في استوديو قناة صلاح الدين وسلطنا الضوء وراح نسلط الضوء نعم. قدر المستطاع على هذا الموضوع. نعم. حتى المواطن يسمع الإجابة منكم أنتم أهل الاختصاص. نحب ننوه نعم. للمواطن ملاحظة بسيطة لازم ينتبه لها المواطن في محافظة. كل الوقت إلك. تفضل أستاذ حميد. الحنطة المعتمدة في طحن الحبوب الشهر الحصة السادسة اللي جاي نعمل عليها الآن زين. هي من حنطتنا. تسويق عام 2024 حلو اللي استلمناها حلو. قبل شهر جاي نستخدمها نطحنها اللي هي ذي النوعية الجيدة والممتازة نوعية جيدة نعم. مخلوطة بها نسبة خلطة استرالية 10% حنطة مستوردة استرالية زين. استاذ احمد هذه الانتاج الحديث بعد ما يعني الحب ما متعرض لظروف التخزين الطويلة وغيرها ما ماخذ استقرار الحبة للطحن ايش يحتاج من المواطن يكون العجين مي بارد مع ارتفاع درجات الحرارة لازم نستخدم المي البارد في عملية العجن ومدة تخمير 45 دقيقة نعم 45 دقيقة فقط مع استخدام الماء البارد حتى أخذ ونسبة النتيجة خميرة نعم. وخلط نسبة خميرة حسب الحاجة الكمية اللي تعجن عليها هذه مع الحنطة اللي مستوردة هذه السنة اللي هي المنتجة المنتجة خلال نعم. هذه السنة هذه يحتاج طيب. لها هيك ملاحظة 45 دقيقة تخمير بالإضافة إلى استخدام الماء البارد ونسبة خميرة تستخدم مع العجين إذن أنت فسرت لي هذه النقطة أستاذ حميد عذرا من يقول لك المواطن أنتوا تقولون وصلنا لحد الاكتفاء الذاتي نعم. بس أنتجنا يعني مستويات من الحنطة بشكل يعني ملفت للنظر بس بنفس الوقت يقول لك أني توصلني نعم. الرديء منها للأسف نعم نعم أستاذ ماكو أستاذ أحمد ليش نحب ننوه للمواطن هذه التوصية الفنية زين. مع ارتفاع درجات الحرارة يميل نعم. الطحين للسيولة يعني هي هذه معروفة درجات الحرارة الطحين يميل للسيولة مو مثل الشتاء والأيام البارد طيب شلون نعالج هذا الموضوع نعم. نعالج هذا الموضوع من خلال استخدام الماء البارد ومدة التخمير 45 دقيقة إضافة إلى نسبة خميرة محددة راح يصبح عندنا إنتاج خبز جيد جدا درجة أولى مطالبة استخدام التنور العمودي
التنور العامودي. نعم نعم. مع الماء البارد. نعم نعم. ولمدة نعم 45 دقيقة يعطيني النتيجة المرجوة اللي أريدها، وخصوصا نعم مع نعم نوعية الحطب مثل ما قلنا المنتجة لهذه السنة أيضا 2024. نعم أستاذ. من جهة أخرى هناك مطالبات بزيادة كمية الطحين ومفردات البطاقة التموينية اللي شفناها في التقرير اللي انعرض في بداية البرنامج. ما هو المانع من زيادة الكمية في حصة كل مواطن؟ ومثل ما قلنا أستاذ حميد أكو عوائل فقط اعتمادها اعتماد كلي وحقيقي ومباشر على مفردات البطاقة التموينية، وأني من أقول هذا الكلام أنا مسؤول عن كلامي أستاذ حميد. أكو عوائل ما تقدر تشتري كيلو طحين من خارج أو أي مادة غذائية خارج مفردات البطاقة التموينية. بالتأكيد. فشلون أستاذ حميد؟ أكو زيادة؟ أكو مطالبات من قبلكم بهذا الموضوع؟ هذا موضوع زيادة أو تغيير ما المواد أو زيادة نعم المواد. نعم. هذا إجراء حكومة، يعني مو إجراء فرع ولا زي إجراء شركة ولا طيب إجراء وزارة. هذا إجراء حكومي تتخذه الدولة العراقية، لأن كل هذه المواد اللي جاي نوزعها هي مرصودة مبالغها من الموازنة الدولة ومحسوبة كلها. زين أنتم ما توصلون هذه المناشدات أستاذ حميد؟ المناشدات عندكم مدراء الدوائر وعندكم لجان وعندكم اجتماعات كلها. يا بتر عندنا إحنا خاصة المناطق المتضررة أستاذ أحمد، المناطق اللي رجعت أهلها من نعم يعني من النزوح وغيره وغيره، تحتاج إلى التفاتة حقيقية وجادة إلى نعم جهد استثنائي حتى أقدر أخليهم يتعايشون مع متطلبات الحياة بشكل يومي. نعم أستاذ أحمد. نعم. عندنا كنظم من نشاط دائرة الرقابة التجارية والمالية أسعار السوق يوميا أنطي موقف بأسعار السوق حلو وأثبت سبب مثلا الارتفاع سبب انخفاض السعر تنطي تقرير يومياً أو يوميا بالتعاون مع الجريمة المنظمة وبالتعاون مع شركات الغذاء في المحافظة. حلو. مع هذا التقرير نوضح مثلا وجهة السوق في محافظة صلاح الدين، انطباع السوق، توفر المادة، قلة شحته وقلة المادة، ارتفاع سعر، سبب الارتفاع، الإعاز، وننطي توصيات على هذا التقرير. حلو. هذا التقرير يشمل أنه حاجة السوق شنو، بالإضافة ولاحظنا أستاذ أحمد زين نشاط وزارة التجارة في الآن الأخيرة زين مثلا اعتمد على تعويض في شهر رمضان بحصة إضافية مجانية. نعم. طرح مواد في الأسواق المحلية من خلال منافذ البيع في فرع شركة العامة لتجارة المواد الغذائية. هذه كلها إجراءات بسعر مدعوم بالتأكيد. أكيد سعر رمزي متناول. فهذه الإجراءات كلها هي راح تنعكس مساعدة للمواطن في محافظة صلاح الدين، وتنعكس إلى ضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية والطحين في الأسواق. هي كم مادة موجودة اليوم في البطاقة التموينية أستاذ؟ البطاقة التموينية بها زيت، سكر، طحين. زيت، سكر، طحين، رز، زين بقوليات، خمس مواد هذه الأساسية. إيه سبع مواد. سبع مواد. نعم, نعم. طيب بالإضافة إلى مواد الرعاية الاجتماعية اللي نوزعها شهريا لشبكة الحماية الاجتماعية مجانا، نضيف لها حليب ومادة الشاي، تضاف لهذه المواد حليب ومادة الشاي ويا هذه المواد وسلم. خلي نقول توصل عشر مواد أستاذ. نعم. حميد وسلم مجانية. عشر وسلم مجانية بدون مقابل شهريا. أيضا بالتقرير اللي شفناه في بداية اللقاء. نعم. أكو من عندهم عوائل كبيرة أستاذ حميد ويقول لك نعم هذه المفردات اللي قاعد تتكلمون عليها الآن نعم ما تكفيني أسبوع، أنا عائلتي كبيرة وتريد نعم عندي أطفال وغيرهم وغيرهم وغيرهم. نعم. ولربما هذه المفردات اللي خاصة بالبطاقة التموينية والله ما توصلني أسبوع إلى عشرة أيام وأضطر أطلع وأشتري تجاري. نعم. زين والحل شنو أستاذ حميد؟ فمن هذا يصير عندنا مطالبات وتوصلنا مناشدات ورسائل حتى نوصلها لجنابكم. نعم. الكريم ولأصحاب القرار. نعم. في زيادة مفردات. نعم. البطاقة التموينية. تعقيبا على هذا الطرح أستاذ أحمد، من خلال متابعتنا للسوق المحلية وحركة البضائع والسلع في الأسواق المحلية، لاحظنا خلال استمرار تجهيز مفردات السلة الغذائية للعام الماضي 2023 ودامتها مع هذا العام 2024. نعم. العام الماضي جهزنا 10 حصص من السلة الغذائية. 10 حصص. نعم. متزامنة مترتبة بشكل منتظم على مدار السنة. زين. والآن في محافظة صلاح الدين تم. نعم. تجهيز الحصة الخامسة بالكامل. الحصة الخامسة. جيد. السلة الغذائية. تجهيز المواد وديمومتها واستمرارها وتوفرها بالكامل. حلو. في مفردات اشبع المواطن
بالحيث صار عند اكتفاء من اللجوء الأسواق المحلية. زين. والدليل والمعيار اللي عندي شنو هو؟ الساعة أقول لك شلون. تفضل. عندنا معيار أستاذ أحمد من خلال متابعتنا للأسواق المحلية وحركة البضائع والسلع. من متابع الوارد إلى المحافظة من خلال دراستنا الميدانية مع الموردين في المحافظة. طيب. تجار الجملة الموردين الرئيسيين مثل محلات التاج. محلات واضح. هذه المحلات نستطلع آرائهم ونجمع بيانات منهم. زين. في سابقا كان يطب المحافظة صلاح الدين مثلا 15 تريلة بالشهر من مادة الزيت. 15 تريلة. زين. بعد انتظام وتدفق مواد السلة الغذائية وبرنامج البرنامج الحكومي لوزارة التجارة قلت وأسع يطب للمحافظة 4 تريلات وتكفي من أصل 15 من أصل 15 أصبحنا نستورد. طيب. 4 تريلات هذا قطاع خاص. حلو. هذا مؤشر أني يعني مثلا عائلة هذا شيء يدل هذا يدل على إشباع السوق واكتفاء المواطن. زين. من خلال مفردات السلة الغذائية اللي مجهزة إلى شهريا. أستاذ أحمد إحنا أنت كإعلامي و حضرتك مثقف وتفهم المعنى. نعم. احنا ما نقدر مثلا ناخذ رأي مواطن هو عنده عائلة كبيرة. احنا معدل العائلة العراقية 6 افراد. طيب. يعني معدل العائلة العراقية 6 افراد. من نريد نحسب هذه المواد اللي تجيهم بصورة منتظمة وبصورة مدنية. زين. اكو حياة مدنية وحياة ريفية استاذ. زين. الحياة المدنية اللي هي حياة العائلة الخاصة. طيب. يكفيهم هذا. طيب. أنا أقول لك يكفيهم. زين. الحياة الريفية من تستقبل ضيوف تودع ضيوف أكيد راح يكون التزامات اجتماعية أكبر وأوسع بس هذه مو مثلا يعني تقع على عاتق الدولة أنه لازم توفر له هذه المال. دولة عندها برنامج تمشي عليه وخطط وجداول. نعم. وضعت ضمن قياسات وحسابات مضبوطة. يعني مع حاجة المواطن مع حاجة يمكن راح اجيك مداخله تفضل خارج كل الوقت لك استاذ حميد. يعني انا التقيت بتونس بعائله تونسيه صديق لي بتونس. طيب. شرحت له عن مفردات السله الغذائيه. قال اني هذا اللي توزعونه. لو تنطوني مال شهر واحد يكفيني 6 شهور العائله. اذا افهم من كلامك انه هذا يعتمد على طريقه الاستخدام ثقافه العائله العراقيه ثقافه العائله في استخدام موادها. ثقافة العائلة نهج العائلة هذا كله ربما إذا ضاعفت المواد. نعم. راح يكون أيضا الاستخدام والاستعمال مضاعف يصل التبذير التبذير. أستاذ. نعم. أحمد أعطيك يعني معلومة لا. نعم. تخفى على المواطنين. طيب. إذا تلاحظ وزارة التجارة أخرت المواد الغذائية يعني 40 يعني هسه إحنا بالحصة الخامسة. واضح. تمام. صح. وإحنا بالشهر السابع. صح. إحنا عندنا مواد عندنا مواد تكفي شهرين مخزونة بالمخزن. راح اجي. احنا ايش جاي نسوي بوزارة التجارة؟ نعم. وهذه خطوة تحسب لوزارة التجارة. تفضل. يعني جاي نرسم خطة للتوزيع على المواد مقارنة بالسواق المحلية. يعني انت من تشوف المواطن عرض وطلب. عرض وطلب يعالج يعالج من قبل تجهيز مفردات السلة الغذائية. زين. لا يكون تبذير ولا يكون على شنو يعتمد؟ يعتمد على حاجة المواطن والحاجة والارتفاع السلعة بالسوق. جيد. كلها محسوبة ومدروسة. يعني المواطن في صلاح الدين أو في عموم العراق طبعا هذا الخطة الاتحادية ما تقبل بصرة موصل صلاح الدين نفس المجرى. المواطن في عموم العراق أنطيك عهد ما يتضايق نهائي من موضوع المواد الغذائية ما يتضايق نهائي. حلو. ولا ينحرج ولا يتأخر عليه المواد يوم واحد. حلو. هذه رسالة نبعثها نطمن بها شعبنا في محافظة صلاح. جيد. كلام جميل ومبشر ومطمئن. نعم. لمواطننا الكريم. أيضا بحكم عملنا كإعلام ننزل بالسوق يا أستاذ حميد فتدري المناشدات والرسائل وال نعم. يعني كثيرة اللي احنا بدورها دائما مثل ما قلنا دورنا نوصلها إلى أصحاب القرار في الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين. ليش إلى الآن الصمون 8000 والخبز 5000. نعم. وهذه الأسعار أستاذ حميد فقط في محافظة صلاح الدين. نعم. باقي المحافظات افتريناها وشفناها ما موجودة هذه الأسعار. نعم. حقيقة ليش فقط في محافظة صلاح الدين ما وصلنا إلى حد الاكتفاء الذاتي؟ نعم. معدنا إنتاج من محصول الحنطة. نعم. يضاهي المواصفات العالمية لربما أفضل مثل ما قلت جنابك الكريم. نعم. البيئة مهيئة الأمور الاقتصادية ماشية خلينا نقول بالطريق الصحيح. نعم. ليش أبسط الأمور اليوم
لم تعالج او يجد لها الحلول. 8000 5000 وليش فقط في صلاح الدين استاذ؟ ليش دائما الغلو في صلاح الدين؟ ايش بيها صلاح الدين بحيث تختلف عن باقي المحافظات ويبقى اسعارها مرتفعه من كل شيء، من المواد الغذائيه، من المواد العلاجيه، من الملابس. خلينا نطلع شويه عن موضوع حلقتنا. يعني استاذ حميد، ليش صلاح الدين دائما اسعارها في ارتفاع؟ نعم. ما هو السبب؟ وخلينا نرجع لموضوع الصمون والخبز اللي هو من ضمن اختصاصك. نعم استاذ. طيب بالنسبة لأسعار الصمون والخبز، طيب أستاذ أحمد حتى نكون منصفين. نعم. الصمون 10000، أكو 8000 أستاذ، أكو أي مو شنو هي، وأنا مسؤول على كلامي. نعم نعم. وأخذك من إيدك أستاذ. نعم حميد. نعم أستاذ. وخلينا نفتر على الأفران والمخابز. أكو 10000 أستاذ أحمد هنا على نوعية الصمونة وحجم الصمونة. هذا جانب. الجانب الثاني أستاذ أحمد، إحنا تطرقنا لنوعية الطحين المحلي اللي قلنا سعره يتراوح. نعم واضح. 10 إلى 13 ألف دينار. المعجنات عفوا الخبز والصمون يستخدم. نعم. فيه طحين مستورد. طحين مستورد لحد الآن سعره معلق. ليش؟ ها وليش مستورد؟ ليش هذا الاتجاه نحو الاستيراد؟ بما أنه أني مكفي نفسي ذاتيا أستاذ حميد، وعندي إنتاج من الحنطة يوازي أستاذ حميد. تمام. ليش أعوفها وأروح أنجبر أخذ مستورد وبالتالي سعره يصعد والمواطن الضحية؟ الطحين المستورد. نعم. يكون ارتباط سعر الشراء بالدولار. من يرتفع سعر الدولار يرتفع الطحين المستورد، لأن هو نستورده بالعملة الصعبة. هو هذا كله قطاع خاص. زين. اكو اجراء ونشاط وتوجه برنامج حكومة وزارة التجارة فتح مطاحن تجارية اللي هي مشيدة في صلاح الدين ان شاء الله الخير والبركة. يعني نبشر شعبنا في محافظة صلاح الدين انه اللمسات الاخيره في افتتاح المطحنه التجاريه، يعني نهايه السنه الحاليه استاذ باذن حميد. الله هذه ايش راح تكون المطحنه التجاريه؟ هذه قطاع مختلط بين الوزاره وبين الاهالي. حلو. عندنا مطحنه درجه اولى طاقتها الانتاجيه 500 طن باليوم ان شاء الله. راح تنفتح الامل الوقت القريب ان شاء الله. هذه راح توكل عليها مهمه طحن الطحين الصفر. يعني فقط احنا راح نقوم الدرجه الاولى. الدرجه الاولى يعني راح تقوم وزاره التجاره تجهز هذا المطحنه بالخلطه المعينه، نسبه الخلطه المعينه، وتستلم منها طحين صفر. حلو. المخابز والافران استاذ احمد اذا. نعم. نكون منصفين احنا. نعم. شويه ونرجع. فضل. يعني نوضح اكثر. نعم. المخابز والافران قطاع خاص. احنا يعني الحكومه العراقيه ما مهتمه بهم ولا مقدمت لهم ترى ولا اي شيء. احنا ارتباطنا بهم مجرد نمنحهم اجازه مزاوله والرقابه مهنة بس على شنو اجازه. نعم. مزاوله مهنه مع كتاب تزويدهم وحصة وقود. يعني ارتباط سعر الصمون بارتفاع الدولار استاذ حميد على ما يستوردون من الطحين. اي هذا قصدي يعني. استاذ احمد كوزاره التجاره احنا. نعم. نتابع عملهم ونتابع الاسعار. نعم. زين. بس احنا ما عندنا ما مقدمين لهم اي مساعده ولا مقدمين لهم اي شيء بخصوص عملهم. تمويلهم ذاتي. نفسهم تمويلهم ذاتي. هم يشترون الطحين وينتجونه، احنا نراقب عملهم كاداء فني. كسعر هم كذلك نراقبه. شلون مراقبه السعر استاذ احمد؟ مراقبه السعر هي تجي مو تسعير احنا نرفضها. لا نفرضها عليهم. شلون؟ لا اقيس سعر هذا المخزن مع سعر المخزن المجاور. هذا جانب. أها. القياس الثاني احسب سعر شراء الطحين واحسب ايش قد يكلف في يومه. هذا ايش قد ومع خله هامش ربح واقيس عليه. اذا هو مغالي مبين، واذا هو ضمن الرينج الطبيعي هذا ما نقدر. كاجراءات حكومه عراقيه ما لها اي اسناد او دعم للمخابز والافران في الوقت الحاضر نهائيا. ما عدا اجازه تزود باجازه وحصه وقود. اذا الحل الوحيد الحل الوحيد انه بافتتاح هذه المطاحن. نعم. يكون هذا الفرج بافتتاح هذه المطحنه. حلو. وتعزيز السوق المحليه. زين. بالطحين المستورد او ضخ طحين صفر محلي يكون سعر مدعوم من تجنب استيراد ماده الطحين. اذا ما هي المرتبط بالدولار استاذ حميد؟ ما هي ابرز الملاحظات والنقاط اللي رصدتوها على الواقع التجاري في محافظة صلاح الدين؟ لازم أكو نقاط إيجابية. نعم. وأكو نقاط سلبية. النقاط الإيجابية نعمل عليها ونعززها. نعم. النقاط السلبية نحد من عدها. فشلون أو ما هي النقاط اللي رصدتوها على الواقع التجاري في صلاح الدين؟ إن شاء الله خير. أنا سبق وأن ذكرت لك وصفت تجارنا محافظة صلاح الدين بأنهم من النوع المحترم
تحياتنا لهم. غير وليسوا من تجار الأزمات يعني. تحياتنا لهم. هذه لمستها إذا يخدمون المواطن. نعم. يعني هذه لمستها التجار تجارنا في محافظة صلاح الدين. طيب. نعم أستاذ أحمد. أكو إجراءات وهم ناشدنا من خلال قناتكم وما صار إجراء عليها. وهو مثلا المجزرة بتكريت ما صار إجراء عليها لحد الآن مع المفاتحات ومع المناشدات وما هذه إلى الآن. إيه أكيد هذه أيضا مطالبات كثيرة والله أستاذ حميد وعديدة. وهذا أيضا مناشدة إلى دائرة صلاح الدين. كل عمل اللحوم في الأسواق المحلية هذه مؤثرة عليها بشكل. وش يراد لها المجزرة أستاذ حميد على مدة تكون صعب أو صعب توفرها أو افتتاحها وأيضا تسمح لي هذه مناشدة إلى دائرة صحة صلاح الدين إلى حكومة محافظة صلاح الدين المحلية إلى مجلس محافظة صلاح الدين الموقر بأن يكون هناك تعاون تام ومشترك في إنجاز هذا الأمر المهم بينكم وبين الجهات الرقابية والتخصصية من أجل إنشاء مجازر تخضع للمواصفات والشروط القياسية المطلوبة واللي هي تخدم المواطن والعوائل في محافظة صلاح الدين. ما صور في شيء صعب من أستاذ حميد أنه أو شيء لا يمكن تحقيقه. أمور بسيطة، تعاون، أماكن محددة ويتم فتحها وتوجد بها كوادر ذوي اختصاص ومهنية. من الأمور الإيجابية اللي لمسناها بالسوق المحلية أو الحركة الاقتصادية في محافظة صلاح الدين توفر المادة والسلع في الأسواق وتوفرها بنوعيات جيدة والمتابعة المستمرة من قبل الرقابة الصحية. تحياتنا لهم وفرقنا الرقابة أبطال الأمن الوطني وأبطال رجال المنظمة. وجهت السوق إلى ترتيب حفظ المادة، تنظيم محلاتهم بصورة متطورة وبصورة حديثة. هذه كلها تحافظ على صحة المواطن، تحافظ على السلع، ثقافة الطعام احنا نعرفها أستاذ، كلها جاي نلتمسها. والحركة الاقتصادية مستمرة يعني حلو. خطوات ملحوظة حلو. الحمد لله رب بس العالمين. لازم بالمقابل عندكم مشاكل، عندكم معوقات، عندكم تحديات، حياتكم مو وردية أستاذ حميد. نعم. عملكم دائما يومي وبتماس مباشر مع المواطن. أطرق لهذا الموضوع نعم. مع جنابك الكريم ولكن بعد هذا الفاصل لو سمحت. أحبتي المشاهدين نذهب بهذا الفاصل القصير ثم نعود لتكملة محورنا الثاني من هذه الحلقة. خلوكم ويانا يعني. إذن حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام ومحورنا الثاني من هذه الحلقة وما زلنا نتحاور فيها مع ضيفنا العزيز الأستاذ حميد خليل مهدي مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في محافظة صلاح الدين. حياك الله من جديد أستاذ حميد. مثل ما قلنا كل عمل ناجح عنده مشاكل، تواجهه تحديات، تواجهه معوقات، ومثل ما قلنا الحياة مو وردية، بس نجيب اللي يتغلب على هذه التحديات والمشاكل حتى نقدر نقدم الخدمة اللي ترضي مواطننا الكريم اولا واخرا. نعم. فعندكم مشاكل يا استاذ حميد، تحدياتكم شلون قاعد تتعاملون معها يوميا ان وجدت؟ نعم استاذ احمد، احنا بالنسبه لبرنامج وبرنامج دائره الرقابه التجاريه والماليه ونشاطها اليومي يعتني بالحركه الاقتصاديه في محافظه صلاح الدين. حلو. وبعدها تقارير تفصيليه. التحديات اللي يعني نلتمسها ونواقعها ضمن نشاطنا اليومي نتجاوزها ضمن الصلاحيات أو مثلا نحيل تحقيق أو مثلا نتخذ إجراء قانوني. حلو. على نوع الحادثة ونوع الموضوع وحجم الأمر. جي. أستاذ أحمد كل عمل يعني عملنا وخصوصا العمل الرقابي أو العمل الميداني يتطلب شيء مهم واحد وهو تفاعل المواطن مع الجهات. تفاعل يعني وتعاون المواطن مع الجهات أهم فقرة بالعمل الرقابي. ليش تتعانون من هذه النقطة أستاذ حميد؟ هذه النقطة أستاذ أحمد مثلا يعني مثلا المواطن أنت عندك مثلا غبن أو عندك مثلا مشكلة معينة أو عندك أي مشكلة تخص عمل وزارة التجارة أو تخص عمل الأسواق المحلية أو تخص النشاط الاقتصادي بالمحافظة. طيب شنو هالضير؟ أرقامنا موجودة، صفحات الفيسبوك حلو موجودة. حلو. من خلال قناتكم حلو أوصل هذه المشكلة، أوصلها رسالتكم. من راح تصل المشكلة يتخذ بها إجراء، إيش راح نكتسب؟ راح نكتسب تجاوزنا خطأ
حلو. او تجاوزنا التحدي او تجاوزنا، يعني افهم من كلامك قاعد تعانون من نعم. من من هذه الجزئيه، تفاعل المواطن، تعاون المواطن بشكل مباشر. يعني المواطن يكون حتى اذا كانت المعلومه سريه او خطره احنا نتعامل معاها بسريه. رقمكم الساخن ايش قد استاذ حميد؟ رقمنا الرقم 0770 0 7 7 0 7 5 8 7 5 8 6 1 3 1 1 3. هذا الرقم واحد شغال مفتوح. اذا خليني اناشد عليه او انوه عليه يا استاذ حميد، بانه لمواطننا الكريم عندما يتم رصد اي حاله سلبيه داخل الاسواق المحليه في محافظه صلاح الدين، موضوع احتكار او موضوع التلاعب بماده المواد الغذائيه او بقوت المواطن، فمثل ما تفضل استاذ حميد بانه هذا الهاتف سوف يكون مهيئ امامكم على مدار اليوم مع تطبيق واتساب، مع تطبيق الواتساب. نعم. فعندما يتم التبليغ يعني عن اي حاله سلبيه، عن اي نقطه سلبيه، راح يتم التعامل معها بشكل مباشر وقدر المستطاع. نعم. رقم التليفون 0770 7 5 8 6 1 3 1. نعم. اذا ما تقدرون توصلون الى اصحاب القرار، ومثل ما نعرف بالعكس انه اليوم أبواب أيضا دائرة الرقابة التجارية والمالية مفتوحة أمام المواطن، لكن في ساعتها لربما ما يقدر يوصل المواطن. نعم. هذا التليفون مفتوح ومهيئ أمامكم للتبليغ عن أي حالة سلبية يتم تشخيصها داخل الأسواق المحلية في محافظة صلاح الدين. نعم. تفضل. نعم. نعم. يعني هذا إيش قد يكون تفاعل المواطن؟ حلو. هو راح يقدمنا. حلو. تجاوز الأخطاء. آه. تحديد الخلل وين؟ من خلال هذه المعلومة البسيطة. يعني إذا هي كانت معلومة بسيطة راح تأدي بيك وتوصلك إلى نتائج، خليني على الطريق الصحيح مهما كانت بسيطة، مهمة جدا. نعم. راح تنور الطريق الآخرين. الناس الباقين ينتفعون منها. وهي هذه محور العمل هو هذا. حلو، كلام جميل. نعم. إذن المواطن هو الحلقة الأساس في هذه المعادلة. نعم. ونجاح الاقتصاد. نعم. في. نعم. المحافظة. نعم. أريد نعرف أيضا وين وصلت آخر حملاتكم الرقابية والتفتيشية على الأسواق المحلية في محافظة صلاح الدين، شنو اللي حققتوه على صعيد المحافظة؟ خلينا نسوي مقارنة مع آخر لقاء مع جنابك كان في شهر رمضان مبارك قبل. نعم. 4 أشهر. وقلت حملاتنا ولجاننا مستمرة. مستمر. بشكل يومي للوقوف على هذه الأمور اللي منها الرقابة والتفتيش وغيرها. نعم. فشنو اللي تحقق خلال 4 أشهر على صعيد محافظة صلاح الدين؟ نعم. من خلال لجانكم يا أستاذ حميد. بالتأكيد أستاذ أحمد. نشاطنا اليوم مستمر في متابعة الأسواق المحلية والحركة. نعم. الاقتصادية. طيب. انشغلت دائرة الرقابة التجارية والمالية في الفترة السابقة بالحدث الاقتصادي الأكبر على مستوى محافظة صلاح الدين. ألا وهو الحملة التسويقية. تسويق محصول الحنطة التي ابتدأت يوم 27/4/2024 وانتهت في 3/7/2024. نعم. هذا كان أكبر حدث اقتصادي. حلو. على مستوى محافظة صلاح الدين. حلو. وكان لنا بصمة ودور كبير جدا بالإضافة. زين. إلى أبطال الأمن الوطني وأبطال كوادر الشركة العامة لتجارة الحبوب، يعني اللي تحياتنا لهم والله في إنجاح هذا الموسم. الذي حصدت محافظة صلاح الدين المركز الثاني على مستوى القطر بكمية استلام 889 ألف طن. المركز الثاني جبتها على موسم. حلو. أعلى مستوى حصلت وللسنة الثانية على التوالي أنه محافظة صلاح الدين تأخذ المركز الثاني بين المحافظات العراقية في موضوع عمل التسويق. مستويات غير مسبوقة. غير وصولنا مستويات غير مسبوقة قبل، يعني أعلى مستوى هو. زين. 889 ألف، ما متحقق هذا الرقم. حلو أستاذ حميد. نعم. جبناها على موضوع التسويق، وقلت جنابك في أحد التصريحات الصحفية أنه تم تأشير ملاحظات بسيطة على حملات التسويق. نعم. لكنها لا تشمل أي هدر للمال العام. نعم أستاذ. شنو هذه الملاحظات اللي أستاذ شخصتها أستاذ حميد؟ نعقب على مداخلتك قبل الإعلان. التحديات اللي تواجه. فضل. نعم. تحديات التسويق تختلف عن أي تحديات ثانية. لأننا نعتبر التسويق هو أهم حدث اقتصادي في المحافظة. أها. كون 70% من شعب المحافظة طبقة فلاحية يعتمدون على الزراعة الشتوية. صح. هذا أمر مهم جدا بالنسبة لمحافظة صلاح الدين وشعب المحافظة. طيب. التحديات اللي واجهتنا أستاذ أحمد في السنوات السابقة كنا الحمد لله تجاوزناها وحققنا نجاح بتجاوزها. من هذه التحديات مثلا
عدم صرف المستحقات سنة من السنوات زين. تجاوزناها وتم صرف حرق المحصول سنة من السنوات واجهنا تعرضت إلى الحرق نعم صحيح قلة الإنتاج والفضل لله تطورت الزراعة واستخدام المرشات عدم دعم الفلاح بشكل مباشر بالضبط السنة التحدي اللي واجهنا وبفضل الله ودعم محافظة صلاح الدين ومجلس محافظة صلاح الدين والخطة المرسومة من وزارة التجارة زين. تجاوزنا اللي هو أهم تحدي وهو الطاقات الخزنية في المحافظة طاقات الخزنية لاستيعاب المنتوج احنا المنتوج احنا نخطط وننتج لازم يكون عندنا مكان نستوعب به ونستوعب هذا الخزين الكبير مثل ما ولا انا ما وصلت الى المركز الثاني من لا شيء استاذ حميد استاذ احمد احنا الطاقات الاستيعابيه 650 الف طن 650 وكان المتوقع ان الاستلام مليون طن يعني هاي عندنا فرق مليون وايضا انا سويت لقاء مع استاذ يعني وقتها مدير دحام علي استاذ دحام علي تحياتنا له قال نوصل مليون ولا ربما اكثر هذا كان المتوقع فيما يخص موضوع التسويق بجهود السيد المحافظ وجهود المجلس المحافظة تم إنشاء وافتتاح مجمعين مخزنيين مهمين في المحافظة مجمع حبوب دجلة ومجمع حبوب الساحل الأيسر طيب هذا المجمعات عالجنا الموقف الفضل لله مع الإجراءات اللي اتخذتها تجارة الحبوب وزارة التجارة في استلام المحصول بصورة غير نظامية بين البناكر وفي الساحات وفي الشوارع من أجل استلام أكبر كمية وإنصاف فلاح محافظة صلاح الدين إذا شنو النقاط أستاذ حميد أريد نعرف يعني شنو النقاط اللي ركزتوا عليها نقاط الضعف ونقاط القوة وقلت والله نشتغل عليها على مود نحظى بموسم تسويقي أمثل ومعتدل ومتميز السنة القادمة أكيد تطلعون بنتائج تطلعون بتوصيات من تجتمعون من تشخصون الأمور اللي رصدناها واللي ما أثرت على المال العام ضبط تلاعب موظفين في مجمع حبوب سامراء وإحالتهم للتحقيق أربع موظفين زين. وكذلك إعادة فحص الخزين في كافة المواقع تأشير عدم مطابقة هذه إجراءات كلها إدارية وفنية جيد وضبط كذلك دخول سيارات غير نظامي يعني إجراءات كلها اتخذنا بها إجراءات فورية وعالجناها وتم استلام محصول حسب المواصفات خالي من الإصابة الحشرية خالي من التكتل حلو لدينا لجان فحص مستمرة على مدار السنة جيد إعادة فحص الخزين والتأكد من سلامة الخزين من أي ضرر نعم أستاذ ما زال موضوع السلة الغذائية السائر المفعول أستاذ حميد وأخص منهم المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية هذه السلة بعدها موجودة بعدها توزع بعدها غنية بمفرداتها من المواد الغذائية أكو تطوير عليها لا أستاذ حميد هل الأعداد بتزايد أو في تناقص أريد أيضا نعرف تفاصيل هذا الموضوع نعم أستاذ حميد بالنسبة لشبكة الرعاية الاجتماعية هم للمشمولين في الرعاية الاجتماعية والمسجلين لدى دائرة الرعاية الاجتماعية طيب. هذه الأعداد في أكيد في تزايد في تزايد يكون تسجيلهم مو عن طريق وزارة التجارة تسجيلهم من عن طريق الشبكة الاجتماعية اللي هم عندهم قاعدة بيانات ويتم تزويدها ووزارة التجارة تعتمد هذا القوائم وتحدث موقفها شهريا حلو بآخر تحديث حلو ويكون التجهيز على غرار هذه القوائم المجهزة من قبل دائرة الرعاية الاجتماعية قد وصلت الأعداد أستاذ حميد؟ والله يعني ما يحضرني الرقم بالمضبوط رقم بس تقريبي يعني تقريبا 390 يعني وتزايد مستمر تزايد أستاذ تزايد وكلها أعداد مضبوطة وعلى التمام طيب نجي على مود نطمئن المواطن مثل ما قلنا اليوم لقائنا هو لطمأنة المواطن أستاذ حميد ما هي المواد المتوفرة في مخازنكم ونعتبر أنه مكتفي من عدها ذاتيا وماذا أيضا أعددتم من آليات لعدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة شو المتوفر عندنا وإنه والله وصلنا إلى حد الاكتفاء الذاتي ما نحتاج أنه نطلع ونستورد من برا بالنسبة للحنطة الحمد لله وفضل لله تم استلام 889 ألف طن 89,000 طن يغطي حاجة المحافظة ويغطي معها أربع محافظات جيد هذا جيد بالإضافة إلى مفردات النوعية جيدة مثل ما قلنا النوعية جيدة هي الحنطة المستوردة طيب
بالإضافة إلى مفردات السلة الغذائية. نعم. اللي مودعة لدى مخازن فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. حلو. مؤمن لشهرين مقبلين. مقبلين. زين. كافة المواد دون أي نقص. كلها. كل المواد مفحوصة، خالية من الإصابة الحشرية، خالية من التكتل، خالية من أي ضرر. كلها مفحوصة. احنا دائما أو المواطن دائما يدور على موضوع بيض المائدة. نعم. لربما لو توفر بيض المائدة بشكل كافي وكامل يعني تغني عن هواية أمور. نعم. أستاذ حميد، فبيض المائدة متوفر اليوم، متوفر ومكتفي من عند ذاتيا البيض واللحوم أيضا أستاذ. نعم أستاذ، بيض المائدة حميد. أشر لدينا نزول في سعر الطبقة. واضح. وعندنا بيض المائدة المحلي. آه. والمستورد. المستورد نحبها من ننوه شعبنا في محافظة صلاح الدين عدم اعتماد أو شراء أي مادة غير مختومة، أي حلو. مادة بيض غير مختومة. حلو. بالإضافة إلى مادة البيض المحلية شعار صلاحية لدى الموردين. حلو. هذه من الأمور اللي لازم يهتم بها، عدم شراء أي مادة غذائية مادة غير مختومة، المادة غير المستوردة. المستوردة غير مختومة. نعم. المادة المستوردة الإيراني أو التركي أو أي لازم مختوم. والمحلي في شهادة صلاحية صادرة من وزارة الزراعة. حلو. نعم. أسعارها مضبوطة، إيقاع الأسعار ومتوفرة المادة بالسوق. وعندنا بمنافذ فرع شركة عام تجارة المواد الغذائية. جي. بيع مباشر للمواطنين بسعر حلو موجود، وهذا دائما يعني يقدم الخدمة قدر المستطاع إلى المواطن وبأسعار رمزية. نعم. وفي متناول يد العوائل. أستاذ حميد، أنا أعرف أنه التزاماتك كثيرة وحقيقة، يعني أنت مثل ما قلنا من المدراء الدوائر المتعاونين دائما مع قناتنا، وهذه نقطة إيجابية تحسب لجنابكم الكريم. كلمة أخيرة تحب توجهها للمواطن وللتاجر في نفس الوقت وإلى كل من يسمعنا في نهاية هذا اللقاء، ما هي رسالة الأستاذ حميد خليل مهدي؟ نعم أستاذ أحمد، أنت قلت يعني بداية حديثك إيش عجب محافظة صلاح الدين. نعم. نعم محافظة صلاح الدين بها غلو شوية. نعم. نطمن شعبنا، محافظة صلاح الدين هي سلة العراق الغذائية. واضح. إذا رجعنا على القطاع الزراعي والإنتاج الفاكهة في جنوب المحافظة وسط المحافظة. بالإضافة إلى المحاصيل الشتوية. سلة العراق الغذائية محافظة صلاح الدين. صح. النجاح خطوة. ممكن ممكن مطرب يغني أغنية يشتهر بها، كيف نحافظ على النجاح هنا المهم. إذن الوصول إلى النجاح سهل، لكن سهل. المحافظة عليه على هو الأصعب، هو الأمر المهم. إدامة. صح. النجاح يحتاج لنا لإدامة نجاحنا في مثل الموسم التسويقي، يحتاج لنا إعادة هيكلية وعادة برمجة بالتعاون مع المحافظة والمجلس. كل الاحترام للمحافظة والمجلس، الدعمهم اللامحدود لوزارة التجارة. تفاعل المواطن يكون داعم انه منجح نشاطنا وعملنا. نعم. الفساد موضوع ظاهرة عامة على كل العالم. جيد. القضاء عليه اسهل من انتشاره. القضاء عليه مجرد تخلص ضميرك وتخلص نفسك. حلو. وتؤمن بوجود الحق ينقضى عليه ويتلاشى ويروح. نتمنى لك الموفقية استاذ حميد، والنجاح والازدهار والتطور من اجل خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات إلى خلال الأيام المقبلة. وأيضا أواعد جنابك الكريم يتجدد اللقاء بحضرتك في ما يخص المواضيع اللي هي دائما على تماس مواطن، يعني تماس مباشر مع حياة المواطن وعوائلنا الرشيدة في محافظة صلاح الدين والعراق بشكل عام. الأستاذ حميد خليل مهدي، مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في محافظة صلاح الدين، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم، وشكرا لجنابك الكريم. كل الود والاحترام استاذ احمد، يشرفني ويسعدني اتواجد معك. تحياتنا. تحياتنا لك استاذ حميد، شكرا جزيلا. حياك الله استاذ. وشكرا موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. يمكنكم مشاهده هذه الحلقه ايضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب الخاص بقناه صلاح الدين الفضائيه، ودائما حق الرد مكفول في قناة صلاح الدين وبرنامج نقطة على السطر. كمسك الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي في الإعداد والتقديم الدكتور أحمد صلاح الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ حميد. شكرا عزيزي. بارك الله بك. الله يحفظك.